فقرة بالنسبة لي من أهم الفقرات في الدنيا اللي بتكلم فيها وبنتكلم فيها وبنحكي تاريخ مصر، 7500 سنة من الحضارة العظيمة اللي العالم كله بيحسدنا عليها. مصر القديمة 30 أسرة بهرونا وبهروا العالم، وإحنا لازم وأتمنى إن كل أصحابي الصغيرين يقعدوا يركزوا في الفقرة دي، وأصدقائي الشباب يعني أتمنى حضراتكم تركزوا في تاريخ مصر القديم، ما تقعدوش تقولوا أنا عارف أصل إيه بيتقال، هتقعدوا تقرفونا بتاريخ مصر. يا حبيبي وحبيبتي، هو تاريخنا عظيم، لازم تعرفوا أجدادكم عملوا إيه، لأن ده تاريخ مكتوب، مش شغل إعلامي يعني بتقول أي كلام، دي حقائق. مش كده ولا إيه يا أستاذة جلاديولاس؟ طبعا أخبارك منورة. الحمد لله. مش معقولة اللبس الحلو اللي أنت لابساه ده، وعاملة إيه في، أنت حاطة إيه في ضوافرك؟ حركات بقى، وريني كده منقطاهم وضغط في رجلي وعامله تاتو في رجلك وحاجه غريبه خالص. فراعنه بقى. انت مش قلتي، ما نقولش فراعنه يعني بقى، احنا شلنا كلمه. أيوة. اللي هو قبل فقرتي كان بيبقى ورايا كده وانا عامل كده. أيوة. فراعنه شلنا وكتبنا مصر القديمه. أيوة. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو، كله كويس. الاسره الثالثه، أسرة التالتة يعني 2770 قبل الميلاد. اوكي، يعني احنا بنتكلم 3000، لا احنا ايه، لا 2 و2 لا 4770 سنه. يعني 5000 سنه بقى. خليها 5000 سنه. كان في ملك اسمه زوسر. زوسر كان اول ملك في الاسره الثالثه. وليه بقى هو اول ملك في الاسره الثالثه؟ عشان عمل ثوره في المعمار. كان هو تقريبا اول واحد يبني مجموعه هرميه جنائزيه، يعني المقبره بتاعته اتعملت من الحجر الجيري. هو اول واحد يقول عايز هرم يعني؟ لا، كمبنى من الحجر الجيري. طيب بس انا عايز، عندي استفسار، هو مش قبليه كان في اهرامات دهشور؟ لا لا، دي الهرم الاحمر والمجعد ده، ولا لا لا مكعب منكسر منكسر. لا، اهرامات دهشور ده الاسره الرابعه. اوكي ماشي. تمام، يعني احنا عندنا في الاسره الاولى والثانيه كان المقابر بتتبني من الطوب اللبني. وكان عباره عن ايه، سلمتين او ثلاثه اقصى حاجه، وكانت رمزيه ما فيهاش جثه. لا، كان تحت الارض. تحت الارض كانوا بيدفنوا الجثه، وكان بيسموه السلم السماوي. اللي هو عشان الروح بتطلع منه للسماء. فامحطب الرجل ده كان في الاسره الكام؟ الثالثه. امنحاطب. امنحاطب ده كان المهندس المعماري او مشرف على المشروع الجنائزي مقبره الملك زوسر، وكان هو رئيس الوزراء، وكان طبيب في نفس الوقت. وبعدين امنحاطب ده شخصيه عظيمه جدا في العصر اليوناني. كده احمص هيغير منه. دايما تقول احمص شخصيه عظيمه، النهارده اول مره تقول امنحاطب. امنحاطب طبعا. وامنحاطب في العصر اليوناني أله، وبقى إله الطب. وموجود مثلا في معبد كومومبو. طيب، كان امنحاطب هو مشرف المقبرة بتاعت الملك. البيت أو قصر الملك اللي هو كان موجود في ميت رهينة في منفس، كان عبارة عن القصر في وسط المجموعة بتاعته. كان في حوالي، في سور كبير جدا، والسور كان شكله شريف زجزاج. ملولو ملولو، حته جوه وحته بره. ليه؟ لان المصري القديم لما كان بيبني الاسوار او اي حاجه ما كانش بيعمل اساسات. فعن طريق الدخلات والخرجات دي، ده بيثبت السور. اوكي، فهو عمل نفس الشكل بس من الحجر الجيري. عايزه اقول لك ان طول او يعني العرض، طول السور نفسه 430 متر. ده فين؟ مقبره زوسر. دي اللي هي فين معلش؟ في سقارة. في سقارة، كل ده في سقارة، دي جبانة الدولة القديمة. بمناسبة بقى سقارة والحاجات دي احنا بنتكلم عليها النهارده، وانا معدي عند المتحف الجديد الكبير حطوا النخل قدامه. بجد؟ المنظر يجنن. وكمية نخلة بتاع 1000 نخلة مثلا مزروعة. منظر مبهر، يا رب يفتتحوه ان شاء الله في القريب. ان شاء الله في 2020. 2020 يعني فاضل باذن الله. طب كملي لي، اسفني قطعتك. وبعدين عرض السور 277، يعني من ناحية 430 ومن ناحية 277 متر. ارتفاع السور نفسه 10 متر. وعرض الحائط 10 متر عشان يبقى فاهم ستيبل. ستيبل ده عاش قد ايه السور ده؟ لغاية دلوقتي. لا موجود؟ ايوه. عيب عليا.
عمال اقول لكم مصر القديمه وما شفتش السور. بعدين بجد ايوه هناك مره افرجك هناك. في 1927 كان في راجل فرنساوي بص 1927 كرس حياته لسقاره. ده مين ده؟ لوير. خلاص لوير. لوير ده راجل فرنساوي وعاش سنين طويله في سقاره، لقى جزء من السور وبقيه الحجاره متهدمه على الارض، اعاد بنائها من اول وجديد. اوكي تمام. الفكرة نفسها بتاعت المجموعة الجنائزية، ليه بنسميها مجموعة جنائزية؟ لأن هي مجموعة عبارة عن معبد وادي وعندك المعبد الجنائزي وفي طريق صاعد وفي المقبرة نفسها. هو استبدل العرش بتاعه في حياته بمقبرته. بدأها ازاي؟ بدأ ان هما بنوا السور وراحوا عاملين المقبرة ثلاث مصاطب فوق بعض ونعملها مربعة حوالي 60 متر. فالمحاطب لقى ان الثلاث مصاطب دي حاجه صغيره جدا مقارنه بالسور اللي حواليه، نسبه وتناسب يعني. فقال لا كده لازم يبقى ايه حاجه اكبر. زائد انا اعتقد يعني ان زوسر برضو ما عجبوش الشكل يعني قال ايه ده. فراح كبر القاعده الاولانيه بقت 80 متر، وكان جنب القاعده كان في 11 بير دفن لزوجات وبنات الملك زوسر. فراح مغطي ال 11 بير وبنى ست مصاطب بارتفاع 60 متر. اوكي من الحجر الجيري. الفرق بقى مثلا بين لما نتكلم على الهرم خوفو مثلا، ان داخل الهرم او خارج الهرم كلها عباره عن حجاره متقطعه بشكل متساوي. في خوفو لا، لا في زوسر لا زوسر. خوفو كده زوسر اللي جوه فاهم حجاره كده عشوائيه، لكن عملوا كساء خارجي متلمع الحجر الجيري. طبعا كان لونه ايه بقى؟ بدات ابيض كان لونه ابيض بيج يعني فاهم. دلوقتي في ترميمات شغاله بقى لها سنين تقريبا من 2008 مثلا، لان طبعا المبنى قديم جدا بس بيحاولوا يحافظوا على شكله الخارجي. دي الاسره الثالثه. في ايه تاني؟ لا لسه بقى، ده لسه مجموعه زوسر فيها حاجات كتير. ايه فكره المعبد الوادي؟ ايه اللي بيحصل؟ انه بعد الملك لما بيتوفى بياخدوا جثمانه بيودوه معبد الوادي. فمعبد هنا في تحنيط، محاولات كلها. فمعبد الوادي ده ايه الرمزيه بتاعته؟ اللي هو بيأهله انه يروح للعالم الاخر. وكان فيما بعد كان بيعملوا مقصورة إلهية قدام معبد الوادي يبتدوا يعملوا فيها التحنيط. طبعا كان في مراحل تحنيط موجودة بس مش ناجحة زي الأسرة 17 18. هو سخن نراع والد أحمس على فكرة العظيم، هو اللي كان أسرة 17 أول موميا حقيقية كاملة. وبعدين عن طريق الطريق الصاعد ايه الرمزية بتاعته؟ ان هو الروح تصعد، بينقله بقى لأبواب العالم الآخر اللي هي المعبد الكنائسي. كلمة سماء كانت موجودة عندهم؟ طبعا السماء كانت موجودة. كمل لي بقى. السلم السماوي. السلم السماوي. تمام. بعد كده؟ وبعدين في المعبد الجنائزي بتقام الطقوس، وكان في طقس مهم جدا اسمه طقس فتح الفم. لان هم بعد لما بيحنطوا بيشيلوا الاحشاء كلها والمخ وكل الاعضاء، وبعدين بيبقى الجسم فارغ فاضي خالص. فالمفروض ان هو هينتقل للعالم الاخر ومحتاج يتكلم ومحتاج يسمع ومحتاج يشوف ومحتاج يشم ومحتاج يتنفس. فبيعملوا ايه؟ طقس فتح الفم دي اداه كده من الخشب، الكاهن بتاع التحنيط بيمسكها بعد ما يخلص كل مراحل التحنيط قبل ما يدفن، ويشاور على مثلا بق الملك ويقول له ايه؟ افتح فمك لكي تتكلم. هو بيعيد احياء كل حاجه، حواسه طب وبعدين كل حاجه. مش هيفتحها يعني، مش هيفتح بقه. ايوه ما دي كلها رمزيه يا شريف. وبعدين احط له خشب بقى تفتح. لا مش خشب. هو انا لعنه المصريين، لعنه الفراعنه هتنزل عليا بسبب الفقره دي. انا عارف هتسخط اكتر من امام الخوف. انا لسه سليمه ما تقلقش. يروح ايه مشاور على ايه مثلا؟ ودانه، افتح اذنيك لكي تسمع، افتح عينيك لكي ترى، افتح انفك لكي تشم، وافتح بقك لكي ايه؟
تتكلم بقى ما تاكلش معايا مش مشكله بقى قوي بالكلام لا ما في بقى الكا بتاعته عماله تاكل بقى الكا دي ايه مش احنا قلنا في الكا والبا طب قول ايه الكا بتاعته عماله بس شريف ركز شريف معايا القاضي بس لما القاضي البادي هقول لك لما الشخص بيتوفى خلاص في الروح بتطلع هما الروح بالنسبه لهم متقسمه لحاجتين الكا والبا الكا اللي هي ايه الكا اللي هي بتروح تقعد في مقبرته والبا استنى بقى ليه بقى اللي هي في شكل التمثال بتاعه اللي بنلاقيه في المقبره ولقينا تمثال زوسر على فكره موجود هناك ودلوقتي موجود في المتحف المصري اوكي اللي في التحرير طيب البا بقى بتطلع للسما فوق تستنى شروق الشمس اللي مبعوثه من العالم الاخر علشان تيجي وتتوحد مع جثمانه ويبعث العالم الاخر والبكرين نزل جنبي اتخضيت بص دي اللعنه بالظبط كده بص القاوي البا طب اختمي لي بعد كده طيب عشان الوقت طيب احنا في فناء مفتوح كبير جدا قدام مقبره الملك او قدام الهرم المدرج دي بيقام فيها عيد اسمه الحبسات الحبسات ده ايه الملك كل 30 سنه من حكمه بيعيد كل 30 سنه من حكمه بيعيد احياء بقى ايه هم كتير قعدوا 30 سنه عندك رمسيس قعد 67 سنه او بيبي قعد 90 سنه بيبي خلل في الموضوع بس ماما بيضحك كده خلي بالك انت من الملك بيبي ده بس فبعدين اول الجزء الاولاني بيجيبوا تور عافي ولازم الملك يجري ورا التور ويربطه يعني هو يعني هو اقوى من التور ليه بقى التور اسم او معنى اسم التور في اللغه المصريه القديمه الفيضان الجامح والملك كان يقدر يجري ورا التور لا طبعا ده كلها حاجات رمزيه واصلا ما بيقربش منه يعني فاهم وعلى فكره بيعتقد ان هو الطقس ده او العيد ده اتعمل حقيقي مره واحده بس ايام زوسر لان احنا لقينا قدام الهرم المدرج جمجمة التور أو والله واتعمل عليها أبحاث ومن نفس وقت الملك زوسر أجدادنا دول عقدونا كانوا بيعملوا حاجات غريبة وحلوة ومختلفة إيه ده؟ إيه الحضارة العظيمة دي؟ طب في حاجة تانية عايزة تقوليها عن زوسر؟ أنا عندي كتير بس يعني لو الوقت نكمل بقى مرة قولنا حاجة تانية نكمل حاجة تانية وبعدين اكتشفوا برضو في المقبرة في المجموعة الجنازية بتاعته بيت الشمال وبيت الجنوب ده يعني إيه بقى ده؟ ده حاجة رمزية واحد بيصيف فيه واحد يغير لا مش كده هو طبعا ملك الشمال والجنوب صح فاهم الرمزية صحيح. بتاعته بعد التوحيد طيب المرة الجاية نكمل ونخش على الأسرة الرابعة ده الرابعة دي عايزة مجموعة كذا حلقة بالظبط كده تشرفتينا مسافرة الأسر بكرة بكرة إن شاء الله تروحي وتيجي بألف سلامة وجروبات كده عايزين سياحة عايزين سياحة انتي سفيرة البلدك خلي بالك بشكر جلاديس حداد